السلام عليكم، معاكم شاهد العبادي، وبهذا الفيديو حنحكي عن هذا الكتاب اللي هو هواية سلطان الموسى يوم المخفى. مبدئيا اللي متابع القناة حيعرف اني انا كنت عامل فيديو عن كتب سلطان الموسى، وحكيت اني بحب سلطان الموسى كثير وبحب كتبه لانها تتعلق في الاديان والميثولوجيا. المهم وانا بلعب قبل كم من يوم على تويتر وكذا، اكتشفت انه سلطان الموسى كاتب كتاب وانا ما بعرفش عنه وما قرأتهوش، اللي هو هذا الكتاب يوم الغفران. المهم يعني هذا الكتاب امانة انا قرأته، وهو يعني قصة بتحكي عن بعض الشخصيات اليهودية، وهو نوعا ما بيشبه لحد كبير كتاب المرأة الكاملة اللي قبله. بيجيب سلطان الموسى احداث واقعية عن جد، وبعدك بيحكيها من منظور الشخصي او بيحكيها بشكل إنها تبينها كهواية، خلينا نحكي. المهم بالنسبة للكتاب، أنا الصراحة أسلوب سلطان أنا بحبه، وفي بعدين بعض المقاطع بالقصة أو الأشياء خلتني عن جد أزعل على الشخصيات، خلتني إني أحس إني عن جد كيف بيحكوها حاسس إني معهم، بالذات المقدمة لما يحكي عن الشخص أو الكبير تاعهم. طبعا بديش أحرق رواي، بس المقدمة كانت فعليا قوية، والنهاية كمان كانت فعليا محزنة، بس هذا هو التاريخ يعني. في بعدين بعض الأفكار اللي هو شرحها عن معتقد اليهود بس بطريقة غير مباشرة من خلال هذا الكتاب، بعضه عجبتني، ولكن عندي بعض الملاحظات على الكتاب. أولا الأسلوب كان ممل جدا صراحة، أنا كثير أشياء برواية حسيتها مملة. ثانيا حسيت حالي وانا بقرا فيها مش فاهم شو اللي بصير بالضبط، يعني في اشياء بالروايه طبعا بديش احرق عليكم، ولكن في احداث اضطريت اني اعيد الروايه اكثر من مره او الاجزاء اللي بتحكي عن شخصيه معينه عشان استوعب عن مين بيحكي بالضبط، لاني حسيت انه الكلام مش منطقي. فجاه بتكون بيحكي لك عن شخصيه معينه، فجاه بتجي لك شخصيه انت ما بتعرف من وين اجت لك، ببلش يحكي لك هذا الفلان الفلاني اللي حكينا عنه ولا ما حكيناش عنه، يعني اللي بدي احكيه يعني ما في ترابط عن جد بين الاحداث، وصعب جدا انك تركز كثير وانت بتقراها. ممكن الغلط مني الله اعلم، ولكن انا شخصيا ما قدرت اندمج بنص الاحداث بسبب الشخصيات الكثيره اللي بعطيك اياها وانت اصلا بتعرفش من وين بتيجي. هذا الموضوع كان مستفز الصراحه بالنسبه لي. على كل حال بديش اضل احكي عن الكتاب كثير، ولكن انا ما تنحبيته، انا عجبني الكتاب والله. كروايه حلوه انك حتعرف عن اليهود برضه، هي كويسه. حاب تفهم مثلا عن شخصية يوسيفوس، استنى اشوف اسمه اذا حكيت اسمه صح ولا لا. يوسيفوس اسمه يوسيفوس، سيو حتى هات صورته، هاي الشخصية وحط بعض صور عن المخطوطات، بعض المخطوطات قصة كويسة بتحكي عن بعض الاحداث اليهودية، ممكن تاخذه ككتاب تاريخ لا ككتاب كهواية، وجدا حلو كويس. بس انا امانه حسيت حالي مخابط شوي، يعني اذا بدك اياه عشان معلومات وعشان تثقف حالك فهو كويس، اما من ناحيه انك بدك اياه كقصه ممكن ما يعجبك، وممكن المشكله مني انا، ممكن بعض المشكله مني الله اعلم. لو بدي اعطي هاي روايه تقييم حاعطيها نحكي 8 من 10، انا حبيت المعلومات الكثيره اللي فيها وحبيت اكثر. مدام حكينا عن هاي رواية، حاب احكي عن رواية ثانية سلطان الموسى نزلها على النت او على حسابه على تويتر، وامانة انا ضغفت عنها بالصدفة. المهم هاي رواية بتحكي عن شخص اولا بيكون يحب وحدة وكذا. شوف انا ما بدي احرق لك اياها لانها بصراحة هي كلها على بعضها 100 صفحة بتقدر تخلصها بنص ساعة، ولكن اللي بدي احكيه بس انها فعليا لو انطبعت كانت ممكن تكون احسن رواية لسلطان الموسى. وفعليا انا بدون اي مبالغة وانا بقرا فيها عيني دمعت من كثر الأحاسيس الحلوة اللي فيها. لو بدي أعطيها تقييم هعطيها 10 من 10 كمان، وبنصحكم فيها أماتن. أنا نفسي أحكي عنها تمام، موصح لكم ليش هي حلوة وليش كذا، بس إيش هي صغيرة كثير، إذا حكيت أي إشي حتعرفوا كل القصة وبطل في داعي حتى تقرأوها. على كل حال بنصحكم فيها، هي عن جد جميلة كثير وأحسن حتى من كل روايات سلطان الموسى. وبس هذا هو فيديو البسيط تاع اليوم، اتمنى اكون افدتك. معناه فعليا مش بحسش حالي فعليا كثير شاطر في موضوع تقييم الكتب، بس حلو فعليا انه اقعد احكي عن اهتماماتي. وعن جد وباجع وبحكي بنصحكم عن جد تقرأوا الكتاب اللي عمله الكتروني، هاي الرواية الثانية، لأنها فعليا فعليا الاحاسيس اللي فيها حلوة
أمانة أنت حتحس فيهم الشخصيات وكذا. أما رأيت يوم الغفران فبدك ياما كم معلومات حلوة كقصة ضعيفة وبس. يلا سلام، أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي.